مرة أخرى نعود ونلتقي لمواصلة هذا الحوار في هذه الليلة الحاسمة التي هي على بعد ساعات من يوم الجمعة اللي هما أرادوا بعض أنصار جماعة الإخوان أن يكون مليونية الدم، وأن هو هذا اليوم الذي سيظهر فيه قواهم في الشارع المصري مخالفين بذلك أي عنف مسلح أو أي محاولة للاعتداء على المنشآت العامة، وهذا أمر مجرم قانونا في البلاد. أيضا في نفس الليلة التي دعت فيها بريطانيا وفرنسا وتركيا إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن لبحث الشأن المصري، وفي نفس الليلة اللي هي منذ عدة ساعات الرئيس الأمريكي ألقى كلمة خاصة كلها كانت خصصت للشأن المصري. حاولنا أن نفهم ما هو السقف الأعلى الذي يمكن أن تتخذه هذه الجلسة لمجلس الأمن. جلسة مجلس الأمن في حدها الأقصى من الممكن تكون جلسة تشاورية، يصعب فرض عقوبات على مصر، لأنه إذا تم ذلك فذلك يتم من خلال جلسة يتم فيها التصويت ويكون بموافقة الدول الخمس دائمي العضوية في دولتين من المؤكد أنهم لن يصوتوا مع أي قرار ضد الحالة المصرية، وهم روسيا والصين. وأيضا كلام الرئيس الأمريكي في خطابه يحاول فيه أن يبرئ ساحته أو يغسل يده مما يحدث بسبب أوضاع داخلية لها علاقة بالضغط الحزب الجمهوري عليه وموقف السناتور ماكين تحديدا، لكنه كان من الممكن أن يتخذ إجراءات أكثر تصعيديا بالنسبة للحالة المصرية، وحتى الآن لم يصف ما حدث في مصر بأنه انقلاب، وهذا هو الموقف الرسمي للإدارة الأمريكية. تحدثنا قبل الاستراحة مباشرة حول استقالة الدكتور البرادعي نائب رئيس الجمهورية المستقيل التي تقدم فيها بأسباب. يمكن من أكثر الناس اللي عرفوا من هو الدكتور البرادعي الدكتور حسن نافع، ويستطيع أن يحدثنا بالضبط ما هي حيثيات استقالته حسب فهمك له، ثم أيضا أثر هذه الاستقالة على الوضع الدولي الذي نشهده في هذه الليلة. ربما هذا يحتاج إلى جلسة كاملة، ولكن باختصار شديد أستطيع أن أقول وبوضوح تام وبأمانة يعني مع ضميري وأنا مرتاح تماما، أنا لم أفاجأ على الإطلاق باستقالة الدكتور البرادعي. طبعا لم أتوقع أنه يصل الأمر إلى هذا الحد، أن تبقى استقالة مسببة وعلنية وفي هذا التوقيت وبهذه الطريقة التي يعني تلحق ضررا مباشرا بالأمن الوطني المصري. وما كنت أتصور أنه يعني هو رجل ذكي وبالتالي ذكاؤه خانه إلا إذا كانت له حسابات أخرى، لكن أستطيع أن أقول من خلال تجربتي القصيرة في التعامل معه، وأنا كنت يعني قريب منه جدا في بداية عندما وصل إلى مصر وتم تشكيل الجمعية الوطنية للتغيير في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الاجتماع الذي عقد في بيته، أنا الذي دعوت له ودعوت كل الشخصيات الذي أسفر عن يعني تشكيل الجمعية الوطنية للتغيير، وللأمانة لم يكن راغبا في أن يكون رئيسا للجمعية الوطنية للتغيير، كان يريد أن يصبح رمزا. ولذلك أنا اكتشفت من خلال تعاملي مع الدكتور البرادعي، وأنا قلت هذا الكلام يعني أنا ما بنتهس هذا الحدث وهذه الفرصة، أنا كتبته يعني في مراحل مختلفة وبالضبط، لأنه خلافي معه في البداية كان المبدأي كان أنه هو بينظر إلى ذاته وإلى يعني يريد أن يحصل على كل شيء على كل الأضواء دون أن يتحمل أي نوع من المسؤولية، لم يرد على الإطلاق أن يمس بأجندته الخارجية، محاضراته في الخارج، طريقته في كتابة يعني أنه يرغب في كتابة مذكراته، رغم أن الوضع في الداخل المصري كان يحتاج إلى تواجده، وكنا نشتكي دائما من أنه كثير الأسفار وأن العمل للسياسي الداخلي طالما أنه يعني تقدم. وكان استقالته هي فصل قبل أخير يضع في مذكراته ويظهر فيه بالضبط يعني هو كان يعتبر أنه هو شيء مختلف تماما عن كل الآخرين ويضع نفسه في مرتبة يعني ولا يستطيع أن يتواصل مع الآخرين. العمل السياسي المصري هو لم يفهم الواقع السياسي المصري على حقيقته ولم يفهم الخريطة المصرية، لكنه كان دائما يريد أن يكون باستمرار تحت الأضواء، حساباته حول ذاته. موظف سابق رفيع المستوى
في الأمم المتحدة ويقدم هذه الاستقالة المسببة، ثم بعدها ب 36 ساعة تحدث هذه الأحداث في نيويورك في الأمم المتحدة، ويكون المتحدث نائب السكرتير العام للأمم المتحدة ليقدم تقريرا، تفهم إيه؟ بدون التعسف يعني. ما هو يعني سوف يتخذ هذا دليلا يعني، هذا يعني دليل الإدانة الوحيد، وشاهد شاهد من أهلها كما كنا نقول، أنه نائب رئيس الجمهورية يقدم استقالته احتجاجا على الاستخدام المفرط الذي للعنف الذي جاء به النظام الجديد. وأنا عايز أقول بس، أنا كتبت عندما قبل الدكتور البرادعي منصب نائب رئيس الجمهورية، أنا قلت صراحة رغم كل تحفظاتي على الدكتور البرادعي، إنما أنا كنت أفضل أن يكون رئيسا للوزراء، لأنه كان هذه هي المرة الأولى التي نحمل فيها مسؤولية تنفيذية مباشرة، لأن الوضع الذي يريح دائما كان استقال وهو رئيس وزراء. لا بالعكس بقى، كان حيبقى يعني أولا يستطيع الشعب أن يحاسبه إذا استقال من رئاسة الوزارة، تشكل وزارة جديدة ويعتبر أنه فشل في أداء مهمته. هل كان ممكن يحدث اقتحام لرابعه إذا كان هو رئيس وزارة؟ أنا قلت إن ده وضع كنائب رئيس للجمهورية وضع يريحه هو جدا، يعني يتناسب معه. وأنا يعني حتى أحد أصدقائه المقربين حتى هذه اللحظة قال لي ده مبسوط قوي إن هو ما بقاش رئيس وزارة، وإن هو بقى نائب رئيس جمهورية، لأنه في قلب الضوء يستطيع يعني أن يسعى للمنصب لكن دون المسؤولية، دون المسؤولية يعني يسعى للأضواء لكن دون أن يتحمل المسؤولية، وبالتالي حساباته مع الخارج ومع الدول الخارجية هي المسألة التي تعنيه. هو يريد أن يحافظ على سمعته كحامل جائزة نوبل، كشخصية دولية يعني يعرفها العالم، وبالتالي عندما يسجل موقفا أنه موقف مع حقوق الإنسان إلى آخره، بصرف النظر عن تداعياته على الوضع الداخلي المصري، على الأمن الوطني المصري، هذه يعني مسألة أعتقد أنها شديدة الخطورة. أنا ما كنت أتصور أن يصل إلى هذا الحد، أن تصل ذاتيته إلى حد الإضرار بالمصالح الوطنية المصرية في لحظة شديدة الخطورة. للأسف. آخر سؤال في آخر دقيقة، فكرة الحديث عن مليونية الدم غدا، هل تعتقد أنه بمنظور أمني هل هذا وضع يمكن السيطرة عليه، يعني بالشكل اللي حضرتك شايف مجرى الأحداث؟ أنا هنا بأكلمك للأسف طبعا أسوأ شيء أنك تكلم رجل عسكري أو خبير استراتيجي في صراع داخل وطن واحد ما بين أشقاء في وطن واحد. يعني أعتقد أن إمكان السيطرة عليه قطعا موجود، ولكن له ثمن، والثمن هيبقى جزء منه دم، مش عايز أكلم. يعني بس أنا كنت عايز أقول برضو أن لو كان الدكتور بلادة يبقى رئيس وزراء كان معناه أننا بننتقل من الفشل إلى الفشل، فشل مرسي إلى فشل. ده وضع احتمالي على كل الأحوال. لا مش احتمال، لا يعني انا ما اعتقدش انه ان البرادعي يمكن ان يدير عمل، يعني هو ممكن يدير طبعا الطاقه وكاله لجنه وكاله الطاقه الذريه، لكن يدير وزاره؟ طيب نرجع تاني للجمعه، بماذا تنصح الناس؟ يعني انا انصح الناس اولا ان يعني عدم الاستجابه لدعوه مليونية الدم وادراك خطورة هذا على مصر، ولكن في نفس الوقت بدعو أساسا وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فيه عندنا بعض الحاجات اللي بتشغل بالنا كلنا. أولا يعني في ناس تتقبض عليها في الاعتصامات دي، وكان معها أسلحة وكان لم نعرف نتيجة التعقيب معاهم، واعتقد ان هذه المعرفة لو اذيعت ممكن انها تكون لها تأثير كبير على الناس. أنا اللي هي انا اعتقد اللي فهمناه من كلمة مؤتمر الصحفي السيد وزير الداخلية ان هذا قريب جدا. النقطة التانية برضو مش مفهوم، طيب مثلا هناك من هاجم محافظة الجيزة ولم يكن هناك يعني استعداد كافي ساعة ما هاجموهم، ولكن لماذا لم يتم القبض عليهم؟ يعني طب خلاص انتوا هم دخلوا
محافظة الجيزة كان لازم يتم القبض عليهم او القبض على جزء كبير منهم، او اذا كانت من الداخل، من داخل المحافظة. من داخل المحافظة، لانه دلوقتي تم على فكرة في المرحلة الاخيرة في المحليات دخل في السنة الاخيرة كمية مناصرين. انا اذا اذنت لي انا عايز اضيف بس جملة، لانه اللحظة دي لحظة دقيقة جدا في تاريخ مصر، ويعني هناك يعني استعداد قوي جدا للشعب ان يلتف حول جيشه وحول دولته وحول اجهزته، لكن مطلوب الشفافية، ما زال تنقصنا الشفافية والصراحة والمكاشفة، هذه يعني هي الوسيلة الوحيدة لربط الشعب حقيقة بانه بلده مهددة، امن الوطني مهدد، وبالتالي الكشف عن كل الحقائق، كلموا الناس واشرحوا لهم ماذا يحدث. وفي نفس الوقت بدعوا المواطنين اللي ياخد اللي يعرف معلومة تتعلق بهذه الجرائم، سواء وخاصة الجرائم التي يمكن حدوثها او التي يعني من المحتمل انها تحدث، انه يسارع بالتبليغ عنها، لان الزمن في مثل هذه الظروف بيكون له ثمن كبير، وياريت اننا نشارك يعني مشاركة شعبية من خلال هذا العمل. بشكركم وبندعو الله ان يحفظ الله مصر من كل سوء، وبنقول للسادة المشاهدين هذا موقف نحتاج فيه الى الرجال، فبنقول لنفسي وبنقول لكل الناس اجمد، محدش اكبر من ارادة الله، محدش اكبر من مصر، واسترجل. صباح على خير.